حكينا عنه باللغة العربية يا محمد، درس جديد وهو حرف جديد. حرفنا الجديد اسمي باء وصوتي أشطر من نائب بايد حرف الام. هلا شايفين النقطة الموجودة عنا عند السطر؟ ننزل من النقطة نمشي على السطر وبنسكرها. هاي الاب في نهاية الكلمة، في وين موقعها؟ في نهاية الكلمة. شوفوا لي الاب في بداية الكلمة. ننزل من النقطة على السطر، نمشي على السطر ونتركها مفتوحة عشان تمسك بإيد أختها الحرف الثاني. إذا هاي في بداية الكلمة ولا في نهايتها؟ في بداية الكلمة. ما تعوان موقعها المد الطويلة. طيب شوفوا هلا احنا شو اخذنا، حكينا المقاطع. لما نيجي نكون من الحرف الجديد اللي اخذناه نشبكه مع حروف المد الطويلة بنكون مقاطع. ابقى العالي ابقى